وسيدتي سيدتي سعدني أرحب بمعالي وزيرة الطاقة والدكتورة هالة الزواتي. سيدتي أول شيء صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. صباح النور، كل عام وأنتم بخير. ومبارك ثقة جلالة سيدنا لمعاليك وزيرة الطاقة في هذا الوطن الغالي، وطن الأردنيين أجمعين، وطن أبو الحسين. سيدتي إذا سمحتي لي، يعني كان في إلى معاليك تغريدة على تويتر أنه لا يوجد أي شركات وسيطة في عملية استيراد المشتقات النفطية للمملكة الأردنية الهاشمية. ومع العلم سيدتي أيضا أنه للأسف يعني في الصالونات كان ما تسمى الصالونات السياسية، أو أنه حقيقة يعني على مواقع التواصل الاجتماعي يقال وللأسف أنه في أحد الأشخاص وهو شخصية مستقر في العقبة وهو اللي بتحكم بالنفط وبأخذ سعر استيراد المشتقات النفطية، وهو اللي من يقوم بالتحكم بالأسعار في المملكة. ومعاليك نفيت هذا جملة وتفصيلا. عزيزي، أنا زي ما قلت، إحنا قبل 1/5/2016 كانت شركة مصفات البترول هي اللي مسؤولة عن استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية كلها. زي ما أنت عارف إحنا بنستورد نفط خام، بتكرره المصفاة وبتطلع منه مشتقات، لكن هذا ما بيكفي السوق، فبالتالي إحنا برضو بنستورد مشتقات نفطية، وخصوصا البنزين 95 فهو بنستورده بالكامل. هلأ هذا الكلام كان قبل 1/5/2016، والمصفاة بتستورد من شركات عالمية، وأنا ذكرت بعضها، فقلت إننا بنستورد ومن خلال عطاءات، يعني بتطرح عطاء وأفضل الأسعار بتاخده، وهناك العديد من العطاءات، يعني في عطاءات كل شهر وشهرين بيكون في عنا عطاء. والشركات هاي كتيرة وهي شركات عالمية، يعني بنستورد من شل، من بي بي، من فايتول، من لتاسكو، بي بي انرجي، العديد من الشركات، او من ارامكو مباشرة. وهذه الكميات بتوصل للعقبة لمصفات البترول وبتنقلها لعمان. هذا الحكي كان قبل 1/5/2016. بس زي ما الكل عارف في عنا شركات لتسويق المشتقات النفطية اللي أخذت رخص واللي بدأت تستورد. بالأول كانت تأخذ المشتقات النفطية من شركة مصفات البترول اللي كانت تستوردها أو تكررها، لكن بلشنا تدريجياً بالسماح إلها باستيراد الكميات اللي بتحتاجها. بلشنا بالديزل، بعدين ديزل وبنزين 95، والشركات الثلاثة بحب برضو أني أبين مين هي، لأنه كان في تساؤلات، هم توتال والمناصير والجو بترول، شركة التسويق التابعة للمصفى. وبقيت المصفى تستورد النفط الخام. هلأ هاي الشركات برضو هدول بيطرحوا عطاءات، وعطاءات في السوق العالمي، وبيشوفوا أنسب الأسعار وبيستوردوا النفط، وبيستوردوا للعقبة، ومن العقبة لمحطاتهم. فيعني لا يوجد وسيط في هذه العملية لا قبل 2016 ولا بعد 2016. واللي علمكم ابتداء من 1/7 كانت هذه الشركات الثلاثة قبل 1/7 مضطرة تأخذ إنتاج المصفاة. بعد 1/7 هي مش مضطرة وبتقدر تروح للسوق العالمي وتأخذ اللي بدها إياه، وبالتالي المصفاة لازم تكون يعني منتجها منافس نوعية وسعرا لحتى ياخدوا منها. فيعني هذه هي الآلية اللي بيتم من خلالها استيراد المشتقات النفطية. أنا أود أشكر معاليك يعني سيدتي لهذا التصريح والتوضيح للناس، ونتمنى كمان على وسائل الإعلام الرسمية في الحكومة أن تأخذ هذا بعين الاعتبار والترويج ونسكت الناس اللي بيحكوا. يعني أنا أتأمل إنه الناس اللي بتسمع أن تتحقق مما تسمع. وإحنا كوزارة وكحكومة تعهدنا على نفسنا بالشفافية، وهذا
التصريح والتوضيح هو نوع من الشفافية، ونتأمل من الناس قبل ما تتداول أي شيء إنها تتحقق منه. يعني سيدتي، لكونك وزيرة في حكومة الدكتور عمر الرزاز وتواصلك مع معالي وزيرة الإعلام، يا ريت أيضا يكون أيضا، أنا لما أنا أسمع أي خبر، أنا بالنسبة لي كماهر والله أتوجه إلى شاشتنا الرئيسية، ولكن للأسف غياب المعلومة على الشاشة الرئيسية بضطر أني أطلع على المواقع التواصل الاجتماعي. أنا أشكر معاليك لهذا التوضيح. أهلاً وشكرا. أهلا وسهلا سيدتي. أهلين. وزيرة الطاقة سيدة هالة الزواتي، صباحك سعيد. شكرا لك سيدي. صباح النور. يا مرحبا.